تكونوا بخير ان شاء الله. ان شاء الله في السيشن دي هبدأ معاكم كده ريفيو سريع على البومبس وحل الشيت بتاع البومبس في الجزء الخاص طبعا بالفلويد. خليني الاول ابدأ اعمل كومباريزون بسيطة كده ما بين النوعين الرئيسيين للبومبس والتصنيف اللي انا هقارن بيه ده بيزد على الانرجي ترانسفير تو ذا فلويد، الانرجي ترانسفير ميثود، يعني ازاي انا بنقل الانرجي للفلويد، الطريقة نفسها. فخليني ابدا باول حاجه البوست ديسبليسمنت بامب، والنوع الثاني اللي هو اسمه تيربو بامبس. الحقيقه الفرق الرئيسي ما بين الاثنين دول او طريقه الانرجي ترانسفير اللي بتتم ما بين البامب والفلويد، خليني ابدا بالبوست ديسبليسمنت بامب وهي السكوب بتاعنا في الشابتر ده. البوست ديسبليسمنت بامب بتنقل الانرجي بتاعتها عن طريق فوليوم تشينج، الحقيقه يعني زي بيملى سيرتن فوليوم بالليكويد وبيضطر ان هو يضغطه او ان هو يجيب زي البيستون ويخرج الليكويد ده بره زي فكره سرنجه الحوضه بالظبط. ده بيبقى التصنيف او نوع البامب اللي بتشتغل بالشكل ده هو بوست ديسبليسمنت بامب، يبقى فيه سيرتن فوليوم بيتملي وبنجبر الفلويد انه يخرج منه عن طريق سيرتن فورس. لكن التيربو بامبس الحقيقه البامبنج بيحصل او الانرجي اللي بتنتقل للفلويد بتنتقل عن طريق دايناميك افكتس، ان انا بديله سرعات معينه وبحول السرعات دي لبريشرز عن طريق الديفيوزرز وعن طريق الديزاين بتاع البامب. والجزء ده ان شاء الله باذن الله هيتم دراسته بالتفصيل في كورس في سنه رابعه ميكانيكا اللي هو التيربو ماشينري. فده طبعا ان شاء الله السنه الجايه هيكون الدراسه بتاعته تفصيليه. لكن خليني اقول يعني اوجه الاستخدام للبوست ديسبليسمنت بامبس واوجه الاستخدام للتربو بامبس. الحقيقه في فرق جوهري ما بين الاثنين من حيث الاستخدام، ان نلاقي ان البوست ديسبليسمنت بامبس قادره ان هي تدي فلوريتس قليله جدا 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 وفي نفس الوقت ضغوط عاليه جدا. لكن لو جيت قارنت هذا الكلام مثلا بالنسبه للتربو بامبس، تربو بامبس لا بتدي فلوريت كبيره جدا 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 وضغوط قليله جدا. فنبص نلاقي مثلا الابلكيشنز الخاصه بيه البوست ديسبليسمنت بامبس اللي موجوده في تقريبا في معظم الايه زي البامب بتاعه الليبريكانس، طرمبات البنزين، طرمبات الميه التبريد اللي بتحتاج فلوريت قليل بس ضغوط عاليه، بعض الدوزنج بامبس هي دي بتبقى معظمها بوست ديسبليسمنت بامبس، حاجات بتتعامل مع يعني هايلي فيسكس فلويدز وفلوريتس بتبقى قليله بشكل كبير. لكن التربو بامبس بتتعامل مع فلوريتس ضخمه جدا 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 وبريشرز اقل نسبيا من البوست ديسبليسمنت بامبس. دي هنلاقيها في طرمبات الميه، طرمبات الصرف، طرمبات الحريق، اي طرمبات يعني بتحتاج تنقل فلوهات بكميات كبيره بتكون في الغالب تربو بامبس. وفي تصنيف التربو بامبس برضو تنقسم لثلاث انواع رئيسيه: اكسيال بامبس، ميكسد بامبس، وسنترفيوجال بامبس. وطبعا التصنيف ده هيتعرف بالتفصيل ان شاء الله في الكورس سنه رابعه ميكانيكا في التربو ماشينري ان شاء الله، انه التصنيف بتاع التربو بامبس احد الكلاسيفيكيشنز اللي بيتم استخدامها هو الدايركشن اوف فلو. فالتصنيف ده بيزد على الفلو دايركشن مع الاكسس اوف روتيشن، وده ان شاء الله هيتعرف بالتفصيل السنه الجايه. طيب خلينا نرجع بقى للايه للشابتر بتاعنا وهو بيتعامل مع البوزيتيف ديسبليسمنت بامبس. الحقيقه والنوع ده من المضخات بينقسم لتو مين تايبس، النوع الاولاني اللي هو الريسبريكيتنج بامب، والتصنيف الثاني او النوع الثاني من المضخات اللي هو اسمه روتري بامبس. والحقيقه الروتري جواه كذا نوع الحقيقه موجودين، منها اشهرهم الجير بامب، فين بامب، بيستون بامب، في حاجه اسمها سواش بليت بامب. كل الانواع دي ان شاء الله هيتم يعني عمل مراجعه سريعه عليها، وان شاء الله نبدا نحل بعض الامثله الهامه في الشيت اللي تغطي ان شاء الله الجزء معانا بشكل كويس باذن الله ان شاء الله. خلينا نبدا بالنوع الاولاني اللي هو الريسبريكيتنج بامب. الريسبريكيتنج بامب ببساطه شديده هي عباره عن بيستون، تمام، وجوه سلندر. اللي بيحصل ان انا عندي بيكون عندي تو فالفز موجودين زي بالظبط فكره الانترنال كومبشن انجن، لما بيبقى في فالف بيدخل الميكتشر الاير تو فيول ميكتشر يحصل الكومبشن، وبعد كده الفالف اللي بيطلع الاكزوست يفتح الفالف بتاع الاكزوست ويطلع العادم، وفي نفس الوقت بيكون الفالف بتاع الانتيك مقفول. نفس فكره الانترنال كومبشن انجن بس طبعا بنتكلم على ليكويدز ومفيش طبعا عمليه حريق بتتم، ده مجرد بامبنج للفلويد. فبرضه بيبقى عندي محبسين او عندي تو فالفز، فالف للسكشن وفالف للديسشارج. اللي بيحصل انه البيستون وهو عند اللاين الدوتد ده اللي هو التوب ديد سنتر بيتحرك من التوب ديد سنتر لحد البوتوم ديد سنتر. فطالما البيستون بيتحرك في الاتجاه ده عامل زي سرنجه الحقنه بيبدا يسحب ليكويد. ففي حاله ان البيستون بيتحرك من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر محبس السكشن مفتوح،
الليكويد بدأ يخش نتيجة الايه الفاكيوم اللي بيتم نتيجة حركة البستون، بيتملي السيلندر بالكامل بالليكويد. بعد كده بيقفل محبس السكشن ويتحرك البستون من البوتوم ديد سنتر لحد التوب ديد سنتر، وهو بيتحرك في الاتجاه ده طبعا محبس الديسشارج فالف بيفتح وبيطلع الليكويد بره، لان طبعا ما ينفعش انه المحبس ما يفتحش في حالة ان البستون بيتحرك من البوتوم للتوب ديد سنتر، لانه الحقيقه اللي انتوا عارفين ان الليكويد انكمبريسبل، وبالتالي لازم اول ما البيستون يبدا يضغط الليكويد محبس الديسشارج يفتح عشان نطلع كل الليكويد بره الايه بره البيستون بتاعه. يبقى ده الفكره عمل الريسبروكيتنج بامب، وده يدينا انديكيشن كيفيه نقل الانرجي للفلويد، ان انا في فوليوم بملاه وبجبر الفوليوم او بجبر الليكويد انه يطلع بره الفوليوم بتاعي. وبالتالي هو ده فكره عمل الايه البوست ديسبليسمنت بامبس، وبالتحديد الريسبروكيتنج بامب. خلينا بقى نتكلم في الاناليسز اللي هتتعمل على البامب ومعادلات اللي نحسب بيها الفلوريت، وهل الفلوريت اللي بيطلع من المضخات بالشكل ده ثابت ولا متغير كل شويه على حسب وضعيه الشافت اللي بيحرك البيستون. ده هنتكلم فيه بالتفصيل. يعني خليني ابدا الكلام على سنجل سيلندر سنجل اكتنج. ايه هي السنجل سيلندر وايه هو السنجل اكتنج ريسيبروكيتنج بامب؟ الحقيقه ممكن يكون عندنا، خلينا ابدا من السيلندر في الاول، ان ممكن يكون عندي مثلا ريسيبروكيتنج بامب مكونه من 4 سيلندرز، مش لازم تكون سيلندر واحده. يبقى انا في الحاله دي لما تكون عندي البامب مكونه من 4 سيلندرز، فانا كده الترومبه بتاعتي 4 سيلندر، زي الانترنال كومبشن انجن بيبدا عندنا 4 سيلندر 6 سيلندرز 8 سيلندر، عندنا عدد السيلندرز اللي بيحصل في الكومبشن في الانترنال كومبشن انجن. سيميلر في القصه بتاعت الريسبروكيتنج بامب، عدد السيلندرز اللي بيتم فيها سحب الفلويد واخراج الفلويد او سحب الليكويد واخراج الليكويد برضو بيبقى بتتحدد التصنيف او تحدد النوع بتاع الريسبروكيتنج بامب من حيث عدد السيلندر. يبقى ده بتكلم على سنجل سيلندر، يعني هي المضخه ما فيهاش غير اسطوانه واحده وبيستون واحد. طيب في عندنا حاجه اسمها سنجل اكتنج. سنجل اكتنج في ليه نوع تاني اسمه دبل اكتنج. خلينا نعرف الفرق. الفرق ما بين السنجل اكتنج والدبل اكتنج انه الاسطوانه الواحده هل في مشوار البيستون الواحد، في مشوار الواحد اللي بيحصل البيستون، يعني هو بيتحرك من التوب للبوتوم بيسحب ليكويد وما بيطلعش فلويد، لما بيتحرك من البوتوم للتوب ديد سنتر بيطلع فلويد. ده كده اسمه سنجل اكتنج، ده كده اسمه سنجل اكتنج، لانه هو الـ حركه البيستون في اتجاه واحد فقط هي اللي بتطلع الايه الليكويد بره المضخه بتاعتي. في حين ان انا لو عندي السيلندر مقفوله من الناحيه الثانيه، وفي زي ما انا عندي هنا تو فالفز موجودين على الشمال، يكون عندي برضو تو فالفز موجودين على اليمين، فانا خدت ميزه ممتازه جدا انه البيستون سواء ماشي في اتجاه تو ذا ليفت سايد، يعني لو البيستون ماشي في اتجاه الشمال في فلو خارج من الديسشارج فالف، وفي نفس الوقت لو انا عندي السيلندر مقفوله وفي هنا محبس وهنا محبس، البستون هو بيتحرك ناحيه الشمال الفلويد خارج، وفي نفس الوقت في عندي فلويد داخل في الجزء الثاني من الاسطوانه. وبعد كده لما البستون يوصل للتوب ديد سنتر ويجي راجع بقى في اتجاه الـ الجزء الاخر او البوتوم ديد سنتر، فهخلي هنا في سحب في الجزء اللي على الشمال، لكن الجزء اللي على اليمين هيكون فيه طرد للفلويد. ففي حال في كلتا الاتجاهين للبستون في فلويد خارج من البامب، وبالتالي في الحاله دي لما يكون في عندي محابس شمال ومحابس يمين البستون بنسمي القصه دي ايه، بنسمي الطريقه دي او الموضوع ده بنسميه دبل اكتنج، بنسميه ايه دبل اكتنج هيد سيلندر. فهي دي فكره الايه السنجل اكتنج والدبل اكتنج. فانا الاناليسيز اللي احنا هنبداها في الاول هي اناليسيز هتتم على سنجل سيلندر سنجل اكتنج، يعني عندي محابس موجوده في طرف واحد بس من الايه من البستون. طيب خلينا نبدا نشوف التفاصيل الخاصه بحركه الايه الرود اللي بيحرك او البيستون رود بيتحرك ازاي. خليني ابدا الاول، انا عندي شافت، الشافت اللي هو ايه اللي متوصل بالالكتريكال موتور. هتبص تلاقي انه في ارم للحركه بتاعتي، الارم دي مثلا بيبقى على زاويه سيتا، طول ما انا عمال اروتيت في السيركل الدوتد دي، طول ما النقطه دي متوصله بالايه بالبيستون رود وعماله تلف في الايه في الدايره دي. طب خلينا نبدا واحده واحده. البيستون وهو في البوتوم ديد سنتر سيتا بكام؟ سيتا بزيرو. يبقى لما يكون سيتا بتساوي زيرو، يعني انا عندي وضعيه الايه الشافت ده افقيه في الاتجاه ده بادئه من هنا، يبقى هو ده ايه
ده كده البيستون موجود عند البوتوم ديد سنتر، هيلف لفة كاملة 180 درجة. لما يصل إلى هنا في الحالة دي هيكون البيستون وصل للتوب ديد سنتر، وفي الحالة دي يبقى أنا عندي السيتا بكام؟ السيتا باي. بس خلينا ناخد بالنا من أول البوتوم ديد سنتر لحد التوب ديد سنتر، أنا بسمي المسافة اللي بينهم دي اسمها الستروك، اللي هي المشوار اللي البيستون بيمشيه، يبقى ده بنسميه الايه؟ الستروك. طيب هل في علاقه ما بين الستروك او المسافه ما بين البوتوم ديد سنتر والتوب ديد سنتر والايه؟ الريديوس بتاع الشافت ده او الريديوس بتاع الارم هنا؟ علاقه مباشره، لانه المسافه الافقيه ما بين النقطه اللي على اليمين دي وبين النقطه اللي على الشمال دي، ما هي دي المسافه زيها بالظبط ما بين البوتوم ديد سنتر والتوب ديد سنتر. عشان كده لو انا عندي الريديوس بتاع الارم دي ار، يبقى الستروك هو 2 ار. فدي مهمه جدا ان احنا نبقى ايه؟ نبقى عارفينها واحنا شغالين في المسائل ونبقى فاهمينها بشكل كويس. طيب يبقى دي نقطه رقم واحد، يبقى الستروك هنا له علاقه مباشره ما بين الايه؟ الريديوس بتاع الايه؟ الارم، وما بين طبعا خلاص انا عارف ان الستروك المسافه من هنا لهنا هو 2 الريديوس، يبقى هو ده الستروك. يبقى انا كده عرفت الايه؟ الستروك هو المشوار اللي بيمشيه البيستون بتاعي، تمام؟ طيب نيجي بعد كده برضو من البارامترز المهمه او من الدايمنشنز اللي احنا مهم جدا نبقى عارفينها، انه البيستون ده طبعا لازم يكون ليه ديامتر، لازم يكون ليه ايه؟ الديامتر. والديامتر بتاع البيستون بيبقى في الغالب هو تقريبا لنفس الديامتر بتاع الايه؟ السيلندر، هو ليكن بيبقى فيه طبعا تولرنس بسيط او فيه كليرنس بسيط عشان بقدر المستطاع ما يبقاش فيه ميكانيكال فراكشن ما بين البيستون والسيلندر، وطبعا عشان نمنع الليكج او نمنع هروب الليكويد في حاله ان البيستون رايح في اتجاه الايه؟ التوب ديد سنتر وبيضغط الليكويد، فبيتحط هنا بعض الايه؟ الجاسكتس، او بيسميها الاو رينجز او الفي رينجز، بعض الرينجز اللي بتتحط حوالين الايه؟ البيستون عشان تمنع هروب الليكويد من حوالين البيستون. لكن بالرجوع للدايمنشن، هو الديامتر بتاع البيستون بنفترضه تقريبا هو نفسه الديامتر بتاع السلندر، فانا بسميه دي بي على طول او البيستون ديامتر. طيب ده كده انا بعرف ان ايه؟ بنعرف الدايمنشنز. يبقى انا مهم جدا ابقى عارف ايه الستروك احسبه ازاي، مهم جدا ابقى عارف الديامتر بتاع البيستون في المساله. وخليني بقى ارجع تاني لحركه الايه؟ الارم بتاعه الايه؟ الشافت اللي بيلف. طيب نبص مع بعض كده، نبص نلاقي انه البيستون بتاعنا الحركه بتاعته الحقيقه او سرعه حركه البيستون هي مش سرعه منتظمه. ليه مش سرعه منتظمه؟ خلينا نبدا نشوف السرعه بتاعته، نحللها الاول ونعرف السرعه بتاعه البيستون ايه علاقتها بسرعه دوران الشافت. طبعا انا عندي اول حاجه الشافت بيدور بسيرتن ار بي ام لانه متوصل بالالكتريكال موتور، يبقى انا في عندي الانجلر سبيد اللي بيتحرك بيها الارم هي اوميجا 2 باي ان على 60، 2 باي ان على 60، يبقى ده الانجلر ايه؟ الانجلر سبيد. طيب الانجلر سبيد دي لو انا جيت عند النقطه هنا نقطه الارم، السرعه المماسيه هي اوميجا ار، بس الاوميجا ار دي الحقيقه بص الاتجاه بتاعها وبص اتجاه حركه البيستون، اتجاه حركه البيستون الحقيقه مش هو في نفس اتجاه الايه؟ الاوميجا ار، مختلفين عن بعض، وبالتالي ما ينفعش اقول ان سرعه البيستون بتساوي اوميجا ار. طب احنا قبل ما نخش في تفاصيل، ايه اللي يخلينا نفكر في سرعه البيستون؟ فكر في سرعه البيستون لانه باختصار شديد الفلوريت اساسا اللي خارج من السلندر دي هي علاقه مباشره ما بين الاريا بتاعت البيستون وسرعه البيستون، لانه اريا البيستون او الليكويد بتاعي هيكون مالي كل الحجم اللي موجود بالكامل، وطول ما البيستون عمال يزق الليكويد بتاعي فالليكويد بيتحرك تقريبا بنفس سرعه الايه؟ البيستون. فلو انا جيت حسبت الكونتينيوتي اقول ان الكيو بتساوي اريا في فيلوسيتي، وطبعا اكيد لو انا عندي الاريا بتاعه الديسشارج بايب اقدر اقول برضو ان نفس الكيو اللي ماشيه في السلندر هي نفسها الكيو اللي خارجه في الايه؟ في الديسشارج فالف، بس انا عندي هنا قطر الايه؟ قطر الماسوره هنا مختلف طبعا عن القطر بتاع الايه؟ البيستون. لكن لو انا بحسب الفلو من البيستون، يبقى انا عندي الاريا بتاعت البيستون في سرعه البيستون هي دي الفوليوم فلوريد اللي بيطلع بالنسبه لي من الايه؟ من المضخه. عشان كده مهم جدا ابقى عارف سرعه البيستون كام، مهم جدا ابقى عارف الديامتر بتاع البيستون برضو بكام. طيب نرجع للموضوع بتاع سرعه البيستون، يبقى انا كده عرفت اجيب السرعه المماسيه هي اوميجا ار. هنبص نلاقي السرعه دي ليها مركبه في اتجاه الراسي، انا مش هعمل بيه حاجه مش محتاج ده، وليها مركبه في اتجاه الافقي، وهي دي سرعه البيستون اللي انا بدور عليها، لانه النقطه دي متوصله بيه البيستون عن طريق البيستون رود، ده رود ستيل، وبالتالي فما فيش اي امكانيه ان يحصل اي ديفليكشن او اي بنسموها ايه يعني سرعه النقطه دي الافقيه هي نفسها سرعه البيستون، ما فيش حاجه مخليه ان الاثنين سرعتهم مختلفه، لانه وجود الرود ده الستيل رود كان الاثنين دول حاجه واحده بالظبط يعني. وبالتالي السرعه الافقيه هي الفي بيستون، دي اقدر احسبها من مركبه الاوميجا ار. يبقى ان اوميجا ار في الاتجاه الراسي يبقى اوميجا ار كوزاين، في الاتجاه الافقي بتبقى اوميجا ار ساين سيتا، وبالتالي
وصلت المعادلة مهمة جدا 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 للسنجل اكتنج سنجل سيلندر، انه الكيو، بس ناخد بالنا بقى كتبنا تحت كلمة كيو انستانتينيوس، الفلوريت اللحظي، لانه انا من اول سيتا بتساوي صفر لحد سيتا 180 درجة الكيو اللي خارج من البامب متغير طبقا لقيمة السيتا، لان دلوقتي بقى الكيو بتساوي اريا بيستون في في بيستون. لو فكينا الاريا بقى على 4 دي بيستون سكوير في الفي بيستون، الفي بيستون هنشيلها نحط مكانها اوميجا ار ساين سيتا، وبالتالي فالكيو اللي خارجه زي ما احنا شايفين الشكل ده او الجراف ده نبين تغير الفلوريت اللي خارج من البامب مع السيتا، زي ما احنا شايفين الرأسي ده هو الكيو والافقي ده هو السيتا، من اول زيرو لحد باي الفلو بتاعي بيطلع من الايه، بيطلع من البامب طبعا، من اول باي لحد 2 باي ترجع مره تانية للزيرو في اللحظه دي، من البيستون بيتحرك من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر، الترومبه ما بتطلعش فلو، لكن في اللحظه دي بتسحب من الايه، من السكشن فالف عشان تملى الفراغ، وبعد كده تبدا ترجع تطرده مره تانية، وبالتالي من اول باي لحد 2 باي الترومبه ما بتطلعش ايه، ما بتطلعش فلو. يبقى الجراف ده بيدينا الكيو ديسشارج، الفلو اللي خارج من المضخه، طبعا من صفر الباي في فلو، من باي ل 2 باي مفيش فلو، بيتم عمليه السكشن في الايه، في الحته دي. يبقى ده اللي بيتم طبعا ايه كل سايكل، ويرجع تعيد الموضوع مره تانية من 2 باي بقى تروح بقى بعد كده 3 باي، تقعد السايكل دي تتعاد، وبعد كده تقعد باي كامله مفيش فلو، وبعد كده تبقى فيه فلو وهكذا، والايه واللوب دي تكرر نفسها باستمرار. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ده كده الفلوريت اللحظي، بس انا محتاج كام حسبه تانية مهمين اعرفهم. محتاج اعرف الماكسيمم فلوريت اللي خارج كام، ودي اعتقد سهله جدا، ان الماكسيمم فلوريت هو دايما الماكسيمم امبليتيود او الامبليتيود بتاع الساين ويف اللي هو كي. ايه هو كي ده؟ يعني باختصار شديد قال لك انه الاوميجا قيمه ثابته الى سرعه الدوران بتاع الموتور، والديامتر بتاع البيستون عمره ما هيتغير، وبالتالي كل الكلام ده كله مع بعضه هنديله كونستنت اسمه كي، وطبعا ده الريديوس بتاع الارم، وبالتالي الكيو بتساوي كي ساين سيتا، فهي دي كي او الامبليتيود بتاع الساين، هي دي مين؟ هي دي كيو ماكسيمم، ده الماكسيمم فلوريت اللي هيطلع من المضخه بتاعتي. لكن انا برضو من المهم جدا زي ما انا حسبت الكيو اللحظي اللي بيطلع عند كل لحظه وعند كل زاويه، وحسبت الماكسيمم فلوريت، مهم جدا اعرف الافريج فلوريت اللي هيطلع من المضخه شكله عامل ازاي. وطبعا دي حسبه بسيطه عشان تحسب الافريج ببساطه شديده، هنقول انه الكيو افريج هنكامل الكيو بتاعتنا اللحظيه نضربها في دي سيتا، هنكامل من صفر الباي ونقسم على ال 2 باي. طيب يبقى انا كده جبت الافريج. ناخد بالنا من حاجه، انا ما كملت من صفر الباي، ما كملتش من صفر ل 2 باي، لو ده منطقي لانه الفلو اللي خارج من زيرو الباي. لكن لما اجي احسب الافريج ما ننساش ان انا بقسم على السايكل كامله، السايكل بتاعتي 2 باي، لان كل 2 باي الفلو هيطلع من زيرو الباي، دي مهمه جدا، لان انت لو كملت من زيرو ال 2 باي اعتقد ناتج التكامل هيكون بزيرو، وبالتالي انا لازم اكامل في الجزء اللي هيطلع منه فلو فقط اللي هو من صفر الباي، واقسم على الانجل بتاعه السايكل كامله اللي هي 2 باي. يبقى دي الطريقه اللي بحسب بيها الكيو افريج، دي مهمه جدا. طيب كده باختصار احنا اتكلمنا على تفاصيل مهمه لحسابات الكيو بتاعه الريسيبروكيتنج بامب، الكيو اللحظيه، الماكسيموم فلو ريت، والافريج الفلوريت اللي خارج من البامب، وفهمنا كويس قوي الجراف ده، مهم جدا نفهمه ونفهم ان ازاي الفلو خارج من المضخه ومتغير كل شويه ازاي، لان ده هيفهمنا المعادلات اللي احنا بنستخدمها. طيب نخش بعد كده على حاجه بقى ايه اكثر يعني تطورا، انه يبقى البامب بتاعتي ممكن تبقى سنجل سيلندر مفيش مشكله، بس ايه دبل اكتنج في الطرفين بيطلع فلو. في الحاله دي كيرف البامب او الفلو اللي خارج من البامب هياخد شكل مختلف، انه من صفر الباي في فلو، ومن باي ل 2 باي في فلو برضه. يبقى انا عندي معادله الكيو لحظيا ما اعتقدش ان هي يعني نفس المعادله، ان انا اقول انه هي كي ساين سيتا مثلا، وفي من صفر لحد باي، ومن باي ل 2 باي كي ساين سيتا ناقص الباي، لان دي بدا متاخره شويه. دي معادله الايه؟ الانستنتينيوس فلوريت. الماكسيمم فلوريت برضه هو الامبليتيود اللي هو في الحالتين هو كي، لكن هنا بقى الافريج فلوريت هو يختلف تماما عن المعادله اللي احنا حسبناها قبل كده. قدامك حل من الاثنين عشان تحسب الافريج فلوريت، ممكن اقول ان انا عندي اكامل من زيرو الباي، بس المره دي لما نيجي نكامل من زيرو الباي ما اقسمش على 2 باي زي الدبل اكتنج، لانه الحقيقه الشكل ده متكرر مرتين، مره من زيرو الباي ومره من باي ل 2 باي، فانا قدامي حل من الاثنين، يحسب الافريج الشكل ده لوحده، ولو حسبته لوحده يبقى هو بالظبط للايه، للجزء المتكرر، وهو بالظبط للمضخه في السايكل اللي هي من زيرو ل 2 باي، او اشتغل على الاثنين مع بعض، يعني اقول ايه اكامل من زيرو الباي بس نكامل ايه كي ساين سيتا،
واجمع على هذا الكلام تكامل اضافي من باي لتو باي، بس كامل كي ساين سيتا ناقص الباي، واقسم على السايكل كلها اللي هي تو باي، او اعمل حاجة احسب الافريج بتاع جزء من السايكل، بس الجزء ده متكرر، وبالتالي الافريج بتاعه هو الافريج بتاع السايكل كلها. فاقول انه الكيو افريج في الجزء الاولاني من السايكل كي ساين سيتا دي سيتا، بس بكامل من صفر لباي، هقسمه على باي فقط مش تو باي، وبالتالي فالكيو افريج اللي هيطلع من الدبل اكتنج ضعف الكيو، لان انا هنا قاسم على الاثنين، هنا قاسم على الباي، فالكيو هنا ضعف الكيو اللي خارج من الايه، اللي خارج من السنجل اكتنج، والكيو ماكسيمم زي ما هو. طيب نصعب الموضوع اكتر واكتر بقى، ويبقى انا عندي ممكن يكون عندي دبل سيلندر سنجل اكتنج. الحقيقه مش اصعب، لان دبل سيلندر هي هي بالظبط الايه، السنجل سيلندر دبل اكتنج، يعني هنا دبل سيلندر سنجل اكتنج، يعني كل سيلندر بتطلع فلو من صفر الباي. لو انا عندي اتنين سيلندر بس اخلي بينهم شيفت في الاوبريشن، يعني في سيلندر تشتغل من صفر الباي، وفي سيلندر التانية تشتغل من باي ل2 باي، او ان لو التو سيلندرز بيسحبوا مع بعض وبيطردوا مع بعض، الكيرف طبعا هيبقى نفس القصه من صفر الباي، بس بدل ما كان الماكسيموم كي هيبقى الماكسيموم 2 كي، يبقى هنا الماكسيموم كي وهنا الماكسيموم ايه 2 كي. ده اللي هيفرق ما بين ان انا مخلي في شيفت ما بين ان السيلندر والتانيه، ان دي تشتغل من صفر الباي ودي من باي ل 2 باي، او اشغلهم الاثنين مع بعض يسحبوا مع بعض ويطردوا مع بعض، يبقى انا بس هيخلي لي الماكسيموم اعلى، لكن في الاخر لما نيجي نحسب الافريج المفروض يطلعوا تقريبا ذا سيم يعني. طيب ده كده الايه، دبل سيلندر سنجل اكتنج. نروح بقى لحاجه يعني اعلى شويه، ان انا يكون عندي تريبل سيلندر سنجل اكتنج. بصوا هنا شايفين الشكل، هنا تريبل سيلندر الارم نفسها او الاذرع اللي بتثبت عليها كل سيلندر متقسمه بالتساوي، يعني 360 درجه اللفه الكامله مقسومه على ثلاث حتت، يعني كل سيلندر بتتحرك قبل الثانيه ب 120 درجه، يعني دي السيلندر الاولانيه سابقه الثانيه ب 120 درجه، السيلندر الثانيه سابقه الثالثه ب 120 درجه، والثالثه بينها وبين الاولانيه 120 درجه. فانا اكيد عندي اتجاه روتيشن معين، لو هو ده مثلا اتجاه الايه الروتيشن، فكل ايه واحده من دول متوصله على بيستون سيلندر مختلفين تماما بالتوازي مع بعض، وطالما في شيفت ما بينهم هيبقى كمان في شيفت ما بين الاوتبوت اللي خارج. خلينا نبدا واحده واحده من صفر الباي، دي كده اول سيلندر من صفر، بدات من زيرو الباي بتطلع فلو. طيب السيلندر الثانيه الحقيقه مش يعني مش هتنتظر لحد الايه السيلندر الاولاني، لا ده من بعد 2 باي على الثلاثه اللي هي كام؟ 2 في 180 360 على الثلاثه اللي هي 120 درجه، يعني من اول 120 درجه ل 180، لانه ده بدأ من 120 اهي لحد 180 درجة، هي شغالة مع السيلندر الأولانية بتطلع فلو. تمام؟ طب دي هتقف إمتى السيلندر التانية؟ لحد لما تنهي باي كاملة، فباي كاملة على 2 باي هتبقى 5 باي على 3، تبقى دي تكمل لغاية 5 باي على 3، يبقى دي السيلندر التانية. في حين إن التالتة برضو مش قاعدة تتفرج، التالتة تيجي برضو قبل الإيه؟ قبل التانية ما تنتهي ب 60 درجة وتطلع فلو. طب هنا هنيجي هنا نقف، احنا طبعا نهايه السايكل 2 باي، الزياده دي تروح فين؟ الزياده دي تروح مع الاولانيه خالص من اول صفر لحد باي على الثلاثه. يبقى هو ده شكل الجراف اللي بيوصف لك ان الثلاثه سيلندر شغالين مع بعض، وفي طبعا زي ما احنا شايفين في مناطق في اوفرلاب ما بين الايه السيلندرز وبعضها، وده منطقي لانه الزاويه ما بين الشافت والتاني او زاويه ما بين الارم والتاني 120 درجه، لكن لو كانت الزاويه 180 درجه عمر ما كان هيبقى في اوفرلاب، بس مش كنتش هتعرف تقسم الموضوع بالتساوي زي ما هي متقسمه دلوقتي. طيب خلينا نبدا نعرف الانستانتينيوس فلو ريت اللي ماشي على كل سيلندر. السيلندر الاولانيه الفلو ريت اللحظي بتاعها هو كي ساين سيتا، السيلندر الثانيه كي ساين سيتا بس دي بادئه من 2 باي على 3، فاقول ان هي ناقص 2 باي على 3. السيلندر الثانيه هي كي ساين سيتا ناقص 4 باي على 3، لان هي بادئه من 4 باي على 3. اجي احسب بقى الكيو افريج، والله قدامنا حسابات الكيو افريج زي ما احنا متفقين، ممكن اخد الشكل من 0 ل 2 باي وكامل كل الجرافات دي واقسم على 2 باي، او اخد شكل متكرر واحسب الافريج بتاعه زي ما انا عملنا في الدبل ايه دبل اكتنج واثبته للسايكل كلها. فلو خدنا بالنا من 0 ل 2 باي على 3 تقريبا هو ده الشكل الايه اللي هيتكرر، وده منطقي لان انت مقسم ال 360 درجه على ثلاث حتت 120 درجه، فهتاخد كل 120 متكرره، وبالتالي هاخد من 0 ل 2 باي على 3 ده باترن متكرر، فمن 0 ل 2 باي على 3 في عندي جراف، في عندي 2 وبس كده. فهمسك الجراف اللي هو الاولاني خالص، الجراف اللي على الشمال، الحته اللي على الشمال دي، اولا لما اجي اكمل الجراف اللي على الشمال هو كي ساين سيتا،
بس ده انهي سلندر فيهم؟ دي اخر سلندر اللي هي رقم 3، اللي هي بدأت من 4 بعد 3 ما ننساش، دي اللي كملت كأنها كملت في الايه مع اول سلندر بعد كده. بس دي لما تيجي تتكامل هتتكامل من كام لكام؟ هتكامل من زيرو لحد بايع على التلاتة، لان من بعد بايع على التلاتة هي السيلندر دي ما بتديش فلو، انا بحسب الفلو اللي خارج، وبالتالي مهم جدا ابقى عارف المعادله اللي بكملها وبعرف حدود التكامل بتاعتي من كام لكام بيزد على الديوريشن او الزاويه اللي السيلندر دي بتطلع فيها فلوريد. يبقى انا هقول انه الانتجريشن كي ساين سيتا ماينس 4 باي على 3 اللي هي اخر سيلندر تتكامل من 0 باي على 3، واجي بعد كده في كي ساين سيتا برضو معاها ما ننساش للسيلندر الاولانيه برضو من 0 باي على 3 معاها بتطلع فلو، واجي اكمل اخر تكامل اللي هو من باي على 3 ل 2 باي على 3. بس دي الحته دي مش موجود منها غير سيلندر واحده بس لاول سيلندر اللي هي كي ساين سيتا، عشان كده بكملت كي ساين سيتا فقط من باي على 3 ل 2 باي على 3، واقسم الكلام ده كله على الانترفال اللي انت واخدها اللي هي 2 باي على 3، هتجيب الافريج فلو ريت للباترن ده، وهي هي نفسها الافريج فلو ريت للايه للسايكل كامله. مهم جدا جدا نبقى ايه نبقى فاهمين المعادلات دي. وهنحل دلوقتي مسألة من الشيت فيها الحقيقة تريبل سيلندر، ونشوف المعادلات بتاعتها ونشوف الجيفن نفهمه ازاي. وبعد ما نحل مسألة على التريبل سيلندر هنرجع بقى للجزء الثاني من المضخات. احنا زي ما احنا قلنا ان البوست ديسبيسمنت بامبس في ريسيبروكيتنج، في روتري، مجموعة من روتري بامبس. الحقيقة الروتري اسهل كتير جدا من الريسيبروكيتنج، عشان كده بدأت بالايه بالريسيبروكيتنج بامب. طيب نحل مسألة الاول عليها وبعد كده نرجع نشرح او ندي ريفيو سريع على الايه على الروتري بامبس. طيب خلينا مع بعض كده واحدة واحدة نقرا مسألة رقم واحد في الشيت. بيقول لنا ايه بقى؟ plot on square paper the discharge curve of triplex single acting reciprocating pump. يبقى هنرسم الجراف اللي فوق اللي احنا لسه قعدنا نشرحه، هو ده الجراف اللي هترسم. ده ثلاثة سيلندرز، مهم جدا نبقى فاهمين كل واحدة بدأت من زاوية كام وانتهت عند زاوية كام. التانية بدأت من 2 باي على 3 انتهت عند 5 باي على 3، التالتة بدأت من 4 باي على 3 تيجي تقف هنا عند 2 باي وترجع تنتهي عند باي على 3 مع السيلندر الاولاني. فده الباترن ده مهم جدا نرسمه بشكل صحيح، لانه هو ده اللي هيبين اذا كنت انت فاهم الاوبريشن بتاع البامب دي ولا لا. طيب يبقى هترسم الديسشارج كيرف اوف تريبلكس. تريبلكس يعني يقصد بيها التريبل سيلندر سنجل اكتنج ريسيبروكيتنج بامب، اند فايند analytically the ratio between maximum and the mean value of discharge. يبقى احنا نحسب الماكسيمم فلو ريت ونحسب الافريج فلو ريت ونقسمهم على بعض ونعرف الريشيو. If the piston diameter 50 mm، الستروك 100 mm، الفوليومتريك افشنسي 90% وسرعه الدوران 500 RPM. هنفهم ايه هي الفوليومتريك افشنسي واحنا بنحل المساله. احنا كنا من شويه بنشرح انه البيستون والسيلندر زي ما احنا قلنا جوه بعض بالشكل ده. البيستون حقيقه وهو بيضغط الليكويد بتاعنا عشان يطلع من المحبس، في جزء ان الليكويد بيهرب من حوالين الايه من حوالين البيستون، فللاسف مش كل الليكويد بيطلع نتيجه ضغطه البيستون. فمعنى اقول ان فوليومتريك افشنسي 90% معناها انه 90% بس من الليكويد هو اللي بيطلع من الفوليوم اللي احنا مليناه، والباقي بيهرب من حوالين الايه حوالين البيستون. ده مهم نبقى فاهمين التاثير بتاعه. طيب يبقى هو طلب الماكسيمم المين فلو ريت والريشيو بينهم، عايز اعرف الديسشارج، فايند ذا ديسشارج اند ماكسيمم اكسلريشن ان ذا سيلندر بيرل. يبقى هو عايز كمان يعرف الديسشارج، عايز يعرف الماكسيمم اكسلريشن اعلى تسارع ممكن للايه جوه البستون. وبيقول انه اف ذا ديليفري اف ذا فيلوسيتي ان ذا ديليفري بايب should not exceed 2 متر بير سكند. ده بيتكلم على مطلوب تاني بقى انه الدليفري ده الديسشارج ده في الماسوره دي القطر او اعلى سرعه جوه الماسوره دي لا تتعدى 2 متر على الثانيه. عايز اعرف قطر ماسوره الطرد والماكسيمم اكسلريشن للفلو جوه ماسوره الطرد. طبعا مساله كبيره جدا فيها كميه مطالب رهيبه الحقيقه. هنبدا مطلوب مطلوب ونمشي واحده واحده في المساله. اول حاجه هو مديني القطر، مديني الستروك فوليومتريك افشنسي، ومديني الايه الار بي ام. خلينا نبدا الاول احسب الافريج فلو ريت. حساب الافريج فلو ريت ببساطه شديده ان انا عندي الجراف بتاعي من صفر لحد باي على 3 في اتنين سيلندر شغالين، الكي ساين سيتا اول سيلندر وكي ساين سيتا ناقص 240 اللي هي اخر سيلندر، دول شغالين من صفر باي على 3. هنجمع بقى من باي على 3 ل 2 باي على 3 هي سيلندر واحده بس اللي هي مين كي ساين سيتا قسم على 2 باي على 3 زي ما احنا شرحنا من شويه، وكده حسبنا الكيو افريج. طبعا هنعوض بقى بالقيم بالانترفلز دي ونجيب في الاخر قيمه الكيو افريج. طلعت الكيو افريج 3 كي على باي
والكيو ماكس وما احنا عارفينها دايما بتبقى الامبليتيود اللي هي كي، وبالتالي لو انا جيت عملت الريشيو بين الماكسيمم على الافريج يبقى كي على 3 كي على باي، يطلع لي باي على 3. هي ده الريشيو ما بين الماكسيمم والافريج في دوريتس. طيب نيجي بعد كده للمطلوب اللي بعد كده، عايزين نعرف الافريج بكام والماكسيمم اللي خارج بكام. طيب الافريج طبعا احنا عندنا دلوقتي الكي اللي هي باي على 4 الديامتر سكوير في الاوميجا ار، ده الكي اللي احنا كنا بنتكلم عنه. يبقى انا عندي الكيو بتاعتي بتساوي باي على 4. انا بقى الكلام على الافريج، بقى انا بحسب افريج اللي هي طلعت 3 كي على باي، يبقى 3 كي على باي. بس ما ننساش بقى ان انا هضيف حاجه هنا زياده، ودي بقى مهمه جدا نبقى عارفينها، انه مش كل الكونستنت ده هيطلع. ما ننساش نضرب في مين، في ايتا فوليومتريك زي ما اتفقنا 90%، لانه مش كل الفلو بيهرب، في جزء من الفلو بيهرب من حوالين البيستون زي ما شرحت من شويه، وبالتالي فما ننساش نزود ايتا فوليومتريك في المعادله. طيب يبقى انا اقول انه 3 كي على باي، الكي طبعا هي باي على 4 دي سكوير، الاوميجا اللي هي 2 باي ان على 60، والار دي اللي هي مين؟ الار دي اللي هي نص الستروك، نص الستروك. هو مدينا الايه؟ الستروك جيفن في المساله، ومن شرحنا للايه؟ لفكره عمل الايه؟ الريسبروكيتنج بامب، فهمنا انه الستروك هو 2 ار. يبقى انا كده تعوض تعويض مباشر، جبت الافريج، والافريج هيطلع طبعا متر مكعب ثانيه. طيب تعالى بقى نشوف حاجه جديده، ازاي احسب الاكسلريشن للفلو جوه البيستون وهو هو نفسه الاكسلريشن للبيستون بتاعنا. طيب الاكسلريشن ببساطه شديده انه هو انت بتفاضل السرعه بالنسبه للتايم، يعني الاكسلريشن هو تفاضل السرعه بالنسبه للزمن. طب انا دلوقتي عندي السرعه بتاعتي اللي هي الفلوسيتي بتاعت البيستون اللي هي بتساوي اوميجا ار ساين سيتا، ده مثلا للسلندر الاولانيه تمام. بس انا دلوقتي ما عنديش تايم، وبالتالي انا عايز احسب الاكسلريشن من المعادله دي، افك الدي في باي دي تي بالتشين رول، لان هي عباره عن دي في باي دي سيتا في دي سيتا باي دي تي. يبقى انا كده لما اجي اجيب الاكسلريشن، الفلوسيتي هنا فانكشن في سيتا، ففكيت الدي في باي دي تي بالتشين رول، دي في باي دي سيتا في دي سيتا باي دي تي. الدي سيتا باي دي تي دي هو التغير السيتا بالنسبه للتايم، دي بالنسبه لنا هي الانجلر فلوسيتي اللي هي الاوميجا، وبالتالي تشيل الدي سيتا باي دي تي حطها ايه؟ اوميجا. طب نفاضل الفلوسيتي بالنسبه للسيتا، تفاضل الكلام ده كله هيدينا كام؟ اوميجا ار ساين سيتا، هتيجي يتفاضل هيدي لك برضو اوميجا ار كوزاين سيتا تمام. انا بتكلم على اكسلريشن دلوقتي، لسه هحسب الماكسيمم اكسلريشن تمام، تفاضل ساين كوزاين. يبقى انا عندي هنا لما اجي احسب الاكسلريشن هقول ان الاكسلريشن بتساوي الفلوسيتي، تفاضل الفلوسيتي بالنسبه ايه بقى ده كده، تفاضل الفلوسيتي بالنسبه للسيتا دي في باي دي سيتا، هنضربه في الايه؟ في دي سيتا باي دي تي اللي هي اوميجا، يبقى ده اوميجا سكوير ار كوزاين سيتا، ده بالنسبه لنا يمثل الاكسلريشن بتاع البيستون وهو هو نفسه الاكسلريشن بتاع الفلو اللي ماشي جوه السلندر. طب لو انا عايز احسب الماكسيمم، ناخد الامبليتيود على طول اللي هو اوميجا سكوير ار، ده الماكسيمم تمام، ده الماكسيمم اكسلريشن بقى. يبقى الاوميجا سكوير ار، انا عندي الار اللي هو نص الستروك، والاوميجا 2 باي ان على 60، جبت الماكسيمم اكسلريشن جوه السلندر ببساطه شديده. يبقى دي برده من الحاجات مهمه جدا جدا ان احنا نبقى فاهمين ازاي نحسب الاكسلريشن بتاع البيستون، وموضوع التشين رول ده برده مهم جدا نبقى عارفينه. طيب جه بعد كده اتكلم بقى، خلاص خرجنا من البيستون وبدا يتكلم على الديستشارج بايب. الماسوره اللي خارجه بيقول ان الماكسيمم فيلوسيتي في الماسوره اللي خارجه لا تتعدى 2 متر ثانيه، عايز يعرف قطر الماسوره كام. طب انا دلوقتي عندي الفلوريت تمام، وعندي الفيلوسيتي، اقدر اجيب اريا. بس ناخد بالنا مهمه جدا، هل اخد انهي فلوريت؟ انا عندي زي ما احنا عارفين الريسبروكيتنج في افريج فلوريت، وفي ماكسيمم فلوريت، والانستنتينيوس فلوريت. دلوقتي هو بيقول السرعه القصوى لا تتعدى 2 متر ثانيه، يبقى انا لما اجي اقارن او ما اجي احسب القطر، احسب القطر بيزد على الماكسيمم فلوريت، لانه الماكسيمم فلوريت ده هو اللي هيديني اعلى سرعه ممكن. انت لو حسبت القطر بيزد على الافريج فلوريت، طب ما هو في لحظه ان البيستونز بتطلع سرعات اعلى من الافريج، السرعه زادت عن 2 متر ثانية. فاخد ناخد بالنا لما يقول لي انه الماكسيمم فيلوسيتي 2 متر بير سكند، يبقى ده بيزد على الماكسيمم فلوريت، ما اخدش الافريج. يبقى انا اجي اقول عايز اجيب قطر، مفيش مشكله، اقول قطر تمام بتساوي، خلينا اكتب المعادله، كيو ماكسيمم اريا في سي ماكسيمم. طيب الكيو ماكسيمم اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هي الكي، خلاص. طيب الكي طبعا دي احنا خلاص عارفين انه
الكي بالنسبة لنا اللي هي باي على 4 دي سكوير اوميجا ار، ما ننساش حافظين الكلام ده تمام. يبقى انا عندي خلاص السي ماكسيمم 2 متر بير سكند، نعوض في المعادلة تمام، نقول ان انا عندي، خليني بس اجيب ال بين واحدة واحدة تمام. طبعا هنا المعادلة ببساطة شديدة ان الكيو ماكسيموم اللي هي كي بتساوي اي سي ماكسيموم. الحل هنا هو هو بالنفس اللي انا بتكلم فيه ده، بس عشان برضه نبقى فاهمين السيكونس الحل اللي انا بشرحه بعرضه ده دلوقتي، بقول انه الكيو اللي ماشية في السيلندر هي نفسها الكيو اللي ماشية في الديستشارج بايب الماسورة الخروج تمام. وبالتالي طبعا الباي على 4 دي سكوير في السي هي باي على 4 دي بيستون سكوير في الفي، والفي هي اوميجا ار ساين سيتا متغيره مع الوقت. بس انا دلوقتي اقدر اجيب علاقه ما بين سرعه الفلويد اللي ماشيه في البايب وعلاقه ما بين السيتا بتاعه الارم، ان انا اقول انه الفيلوسيتي فكها اوميجا ار ساين سيتا. فيبقى انا عندي اوميجا ار ساين سيتا اضربها في الدايمتر ريشيو اللي هو دي كابيتال سكوير على دي سمول سكوير، طلعت السي. بس انا دلوقتي دي مش الماكسيمم فيلوسيتي، دي معادله السي اللحظيه اللي جوه الماسوره الخروج. عايز اجيب الماكسيمم هي اوميجا ار دي سكوير على دي، والحقيقه هي هي بالظبط لو انا حسبتها من الكيو ماكسيمم. خلينا حتى نمشي بنفس الخطوات، ان انا اقول ان الكيو ماكسيمم بتاعتي اللي هي الكي، وزي ما اتفقنا الكي هي باي على 4 دي سكوير اوميجا ار. يبقى انا اقول باي على 4 دي سكوير اوميجا ار تمام، والاريا اللي ماشي فيها الماسوره اللي هي باي على 4 دي بايب سكوير في الماكسيمم فيلوسيتي اللي انا ما ينفعش اتخطاها. هتطير باي على 4 مع باي على 4، هيطلع لك انه الماكسيمم فيلوسيتي في الاخر كمعادله بتساوي اوميجا ار دي كابيتال بتاعت البيستون على دي سمول بتاعت الماسوره الكل سكوير. هو ده اللي احنا وصلنا له في الاخر، ده اللي احنا وصلنا له في الاخر من علاقه بين الماكسيمم فيلوسيتي والكيو ماكسيمم. يبقى انا لو عايز اجيب الدي هي دي المجهوله الوحيده، مفيش مشكله، هتعوض عن السرعه ب 2 متر ثانيه، ودي موجوده جيفن في المساله. اوميجا جيفن، ار جيفن، الدايمتر بتاع البيستون جيفن، جبنا الدايمتر بتاع ماسوره الخروج تمام. لو عايز اجيب التسارع للفلو اللي خارج دي سهله جدا برده ما فيهاش مشكله. طبعا انا معايا خلاص الحسبه اللي احنا حسبناها دي، جبنا سرعه الفلو اللي خارج في ماسوره الخروج مع السيتا. فلو انا عايز اجيب التسارع ببساطه شديده اقول التسارع هو عباره عن تفاضل الاكسلريشن، او عباره عن تفاضل السرعه بالنسبه للزمن، وهتتفك بنفس الطريقه اللي احنا عملناها جوه السلندر نعملها جوه الماسوره، انه افكها دي سي باي دي سيتا في دي سيتا باي دي تي، واشيل الدي سيتا باي دي تي واحطها ايه؟ احطها اوميجا، سوري حط ايه؟ حط اوميجا. طيب يبقى انا عندي الاكسلريشن الدي سي باي دي تي، فكها دي سي باي دي سيتا في دي سيتا باي دي تي. يبقى انا في الاخر عندي خلاص التفاضل ده، افاضل ببساطه شديده واحط دي اوميجا، هيديني في الاخر لو انا عايز احسب الماكسيموم بقى، لو انا عايز احسب الماكسيموم فانا عندي خلاص، انا عندي لما نيجي نفاضل، لو نفاضل المعادله دي ناخد الامبليتيود، هو دي بالنسبه لنا هتبقى الماكسيموم، هي اوميجا ار دي على دي، اوميجا ار ايه؟ دي على دي كوزاين سيتا، دي سيتا باي دي تي هي الاوميجا. يبقى ده كده ناتج التفاضل، الترم ده ناتج تفاضل الايه؟ الدي سي باي دي سيتا تمام. ولو عايز ناخد الماكسيمم هناخد الامبليتيود اللي هو اوميجا، ما ننساش ناخد اوميجا الناحيه الثانيه، فتبقى اوميجا سكوير ار دي سكوير على دي سمول سكوير. تعويض مباشر هنجيب الماكسيمم اكسلريشن، بس ما ننساش ده فين؟ ده جوه الديستشارج بايب مش جوه السلندر، لان انا السرعه اللي خدتها هي سرعه الفلويد اللي في الديستشارج بايب، مش فين؟ مش السرعه اللي موجوده جوه السلندر. فناخد بالنا من السيكونس ده. الحقيقه المساله دي مساله محترمه جدا، فيها اعتقد كل حاجه بالنسبه لنا، وطبعا اللي فهم كويس قوي المساله دي، واتمنى تكون الدنيا واضحه، هيكون فهم بشكل كبير جدا الايه؟ الجزء الخاص بالريسيبروكيتنج بامب. طيب نتحرك بعد كده على الحقيقه مجموعه مضخات. يبقى انا كده خلصت الشرح بسيط للريسيبروكيتنج، وحقيقه مساله مهمه جدا في الريسيبروكيتنج توضح كل شيء. اتمنى الناس برضو تمشي ايديها في الحل عشان المعادلات تتعودوا عليها وتفهموا الجراف بتاع الفلوريد بشكل كويس، عشان نبقى احنا فاهمين المعادلات وعلاقتها بالجراف شكلها عامل ازاي. طيب
التصنيف الثاني بقى للبوست ديسبيسمنت بامبس اسمها روتاري بامب. الحركه هنا حركه دائريه وليست حركه تردديه زي ما كانت موجود جوه البيستون سيلندر. البيستون رايح جاي رايح جاي ما بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر وهكذا. لا، الحركه هنا بقى المره دي في انواع المضخات اللي احنا هنشرحها دي هي حركه دائريه، وبالتالي ميزه الحركه الدائريه نوعا ما انه تدي فلو اكثر استمراريه. يعني الفلو مثلا في الريسبروكيتنج متقطع شويه، لكن الفلو في الروتاري احسن حالا من الريسبروكيتنج بامب. الانواع اللي احنا هنشتغل عليها جير فين بيستون بليت سواش بليت. خلينا نبدا معاكم نشرح سريعا كده، هو اسهل كتير الحقيقه من الريسبروكيتنج بامب. هبدا بيه الجير بامب. الحقيقه في حاجه مشتركه كايكويشن في كل المضخات اللي هتيجي في الروتري بامب، انه لما تيجي تحسب الكيو، الكيو بتساوي فوليوم جوه المضخه هتطلعه في سيرتن تايم. بتشوف ببساطه شديده، فواحد يقول لك ازاي هيبقى في فوليوم وسيرتن تايم وانا بتعامل مع كلوز سيستم؟ لا، انت بتتعامل مع اوبن سيستم، بس هنقدر من العلاقه دي نربط الفوليوم اللي بيطلع مع التايم لاوبن سيستم. هنشوف هنعملها ازاي. يبقى انا عندي الكيو بتساوي فوليوم معين جوه المضخه هيطلع في سيرتن تايم. طيب والباور اللي محتاجاه نديله سيمبل بي بس بالشكل ده، هي عباره عن فرق البريشر اللي المضخه بتعمله بس مضروب في ايه؟ مضروب في الكيو اللي خارجه من المضخه، مضروب في الكيو اللي خارجه من المضخه ومقسوم على الافشنسي بتاعه البامب. المعادلتين دول معادلتين مهمين جدا في الجزء الخاص بالروتري، يبقى حافظين المعادلتين دول. دول ثابتين لجميع انواع الروتري بامبس. اللي بيختلف من مضخه للتانيه هو كيفيه حساب الفوليوم، الفوليوم شكله عامل ازاي، بس هو ده اللي بيختلف ما بين مضخه والتانيه، لكن المعادلتين دول ثابتين. طيب نبدا بالجير بامب. هما ترسين متعشرين مع بعض. الفلو طبعا الترسين دول بيلفوا، واحد هو الماستر او واحد هو الدرايف والتاني دريفن. واحد هو المتوصل بالموتور هو ده اللي بيلف، والتاني نتيجه تعشيقه الترسين مع بعض بيلف بناء على حركه الدوران الاولاني. فطبعا خلينا نشوف لو ده بيلف في هذا الاتجاه، بيلف في هذا الاتجاه، يبقى ده بيلف في هذا الاتجاه. اللي بيحصل بالظبط انه دي زي الساقيه، طول ما هو بيلف كده بيحصر هنا. طبعا انتوا شايفين الرسمه هنا في كليرنس كبير بس ده مش حقيقي. الكيسنج او الجسم بتاع البامب يكون قافل خالص على الايه، على التروس دي تماما، يكون قافل عليها تماما عشان ما يخليش الليكويد يهرب من التروس بتاعه الترسين. تبص تلاقي انه وده بيلف، بدا الفراغ اللي بين السنان الترس تملي ليكويد. الفراغ ده مليان ليكويد، والفراغ ده نفس القصه مليان ليكويد، ونفس القصه الفراغ اللي تحت هنا مليان ليكويد، والفراغ هنا مليان ليكويد، والفراغ هنا مليان ليكويد، لحد لما يطلع في الديسشارج. يحصل ايه بقى؟ الليكويد اللي هنا يضطر يترمي هنا. طب ايه اللي يخلوش يرجع مع الدوران؟ لانه الترسين هنا معشقين مع بعض، فما فيش ليكويد المفروض ان هو يعدي من التعشيقه دي خالص نتيجه ايه؟ تعشيقه الترسين. فيجبر الليكويد انه يطلع في هذا الاتجاه، هو ماشي كده يجبر انه يطلع في هذا الاتجاه. ما يمنعش انه في جزء من الليكويد بيهرب سواء من هنا او من هنا، وده اللي بيدخل معانا ايه؟ الفوليومتريك افشنسي اللي احنا شفناها في مسائل الريسبروكيتنج بامب. ما ننساش القصه دي. طيب نرجع للتروس بقى. بالنسبه للترس في بعض البارامترز الاساسيه. الترس ده طبعا ادي ده شكل 3 دي للترس. عرض الترس هنديله سامبل بي، ارتفاع الترس هنديله سامبل اتش، البيتش دايامتر، في حاجه اسمها بيتش دايامتر هنديله سامبل دي نوت اللي هو الافريج دايامتر للترس، عدد سنان الترس زد. في عندنا حاجه اسمها موديول، الموديول بتاع الترس هو عباره عن ريشيو ما بين الدي نود اللي هو البيتش دايابتر على النمبر اوف تيث اللي هو زد. طيب في بعض القيم حفظ بالنسبه لنا، بعض القيم ايه؟ محفوظه. القيم دي مهمه جدا نبقى حافظينها، انه الزد من 8 ل 16، والبي الريشيو ما بين البليد او مش بليد ام سوري التيث ويث او التيث ديبس اللي هي عرض التيث نفسها على البيتش دايمتر من 0.4 ل 0.6، والريشيو ما بين البي على الموديول من 4 ل 6. ده الـ الارقام دي حفظ عشان سعادتك هتضطر تفترضها في بعض المسائل. طيب نحسب بقى زي ما احنا قلنا الكيو، الكيو عباره عن فوليوم على تايم زي ما احنا متفقين معادله ثابته لكل الروتري بومبس. الفوليوم ده يتحسب ازاي؟ نفكر مع بعض. انا عايز اعرف الحجم اللي موجود للليكويد اللي موجود ما بين السنان كلها. هتقول لي طيب نبدا واحده واحده، والحجم اللي موجود هنا احسبه ازاي؟ هقول باختصار انا اخدت، لو خدت المحيط بتاع المين الديامتر اللي هو دي نود، جبت المحيط يبقى انا جبت الطول. لو ضربته في الارتفاع جبت الاريا اللي فيها الفلويد. لو ضربت يبقى انا، لو انا عندي خليني ايه ارسم
يعني سكيماتيك بسيط، عندي ادي الترس اهو، في هنا سنه وفي هنا سنه، وده الايه البيتش دايمتر. لو انا حسبت المحيط وضربت هذا المحيط في ارتفاع السنه اللي هو اتش، هيديني الاريا دي كلها داير ما يدور، طبعا هيديني ايه الاريا داير ما يدور كلها، بس احنا عايزين فوليوم. الفوليوم ده عباره عن ايه؟ ها، اريا في ويتس، في عرض الايه، عرض الترس، في عرض الترس، في عرض الترس. يبقى انا هنا لو حسبت الاريا دي كلها، حسبت الاريا دي كلها وضربتها في العرض، جبت الفراغ الفوليوم. بس ناخد بالنا حاجه، مش كامل الفوليوم هيتملي بالليكود، لانه في جزء من الاريا اللي اتحسبت دي سنان الترس اللي هي مش هتتملي ليكود، دي فيها سوليد. وبالتالي لما اجي احسب الحجم اللي هيتملي من الليكود، هقول باي دي في اتش في بي، ده كده حجم الايه، حجم اللي انا قلت عليه، المحيط في ارتفاع السنه جبت الاريا، في عرض السنه جبت الفوليوم بالكامل. بس لازم اقسم على الاثنين عشان انا عندي نص المحيط او نص المساحه منقسم ما بين نصها سنان ونص فراغ، نص سنان ونص ايه فراغ. وبالتالي الفوليوم هيملى او الليكويد هيملى نص الحجم فقط اللي احنا حسبناه. طيب فين بقى التايم؟ هنقول بقى ايه، ان على 60، ان دي عدد اللفات في الدقيقه. تمام، اقول ان انا عايز اعرف ليه قسمتها على 60، عشان عايز اعرف الحجم ده هيطلع لكل لفه واحده. يبقى انا لو انا عايز احسب تايم، ادي هنا ظهرت معايا التايم ريفولوشن بير مينت، اقسمها على 60 هتبقى بير سكند. يبقى انا كده اعرف خلال كل ثانيه هيطلع كام لفه من الترس ده. يعني مثلا انا عندي 100 او 60 ار بي ام، يعني عندي 60 لفه في الدقيقه. لما انا احط هنا 60 اقسمها على 60، معناها ان انا عندي لفه لكل ثانيه، يبقى الحجم ده هيطلع كل ثانيه. وبالتالي كل ما نزود عدد اللفات، كل ما نزود ايه عدد الاحجام اللي بتطلع معايا لايه، لزمن قليل. طيب ده كده الايه، الحزه بتاعت الفوليوم على تايم. ما ننساش ان انا ما عنديش حجم ترس واحد بس، ده انا في عندي ترسين متعشقين مع بعض. يبقى انا هاخد الحجم اللي خرج من ترس اضربه في ان على 60، اضربه في 2، جبت معادله الكيو. يبقى دي معادله سهله، معادله بسيطه ومباشره جدا نحسب بيها الفلوريت بتاع البومب. طيب والباور ثابت، هو كيو دلتا بي على الايتا بتاعت البومب. طبعا الدلتا بي هو البي دي ستشارج وبي ساكشن، فرق البريشر. طيب نيجي النوع الثاني، النوع الثاني اسمه الفين بومب. الفين بومب برضو هو ديسك بيلف بس في ريش، وزي ما انتم شايفين الريش دي يعني السنتر اوف روتيشن بتاعها في شيفت ما بينه وبين السنتر بتاع الكيسنج، جسم المضخه هو الجسم اللي بره ده، ده السنتر بتاعه. الديسك اللي بيلف ده بيلف حوالين سنتر متشفت عن السنتر بتاع الكيسنج بمسافه اسمها اي، مسافه اسمها ايه، اي اللي اختصار لكلمه اكسنتريسيتي، ان في شيفت ما بين التو سنترز وبعض. الشيفت ده عمل لي هنا جاب كبيره جدا مقدارها 2 اي، لان انت عندك في الاول لما كانت الكيسنج او الكيسنج سوري اعمل اسمها من جديد، كيسنج كبير هنا، ولو وده السنتر بتاع الكيسنج، لو كانت الديسك كده بالشكل ده هيبقى في فراغ هنا فوق اسمه اي، وفراغ تحت هنا اسمه ايه، اسمه اي برضو. لو خليت السلندر اللي جوه لازقه فوق خالص هنا، يبقى الكليرنس اللي تحت هيكون ايه، هيكون 2 اي، هيكون 2 اي زي ما احنا شايفين هنا، الكليرنس تحت ده 2 اي، والمسافه بين التو سنترز هي اي. طيب هو ده الحجم اللي انا هدور عليه، ده الحجم اللي هيتملي ما بين الايه، ما بين الريش. طب الحجم ده في كام، في اللفه كامله للديسك هيطلع كام واحد؟ هيطلع اربع مرات، لان في هنا واحد وما بين البتاع التو فينز دول كمان شويه هيرجعوا، هيجوا هنا، يعني ده يطلع التو فينز دول هيجي مكان هيلفوا مع دول ويجوا مكانهم، وبرده يتملوا المسافه دي تتملي بينهم ليكويد هنا وتطرد وترجع وهكذا. يبقى انا عندي اربع فراغات هيطلعوا في لفه كامله. يبقى هو ده الايه، الحجم بتاعي اضربه في ان على 60 في الايه، في الايتو فوليومتري جبت الايه الكيو. طيب ببساطه شديده عايز اعرف الحجم ده احسبه ازاي. الحجم ده عباره عن، لو انا جيت فردته، عباره عن شبه منحرف من السنتر لحد الميديم بتاع شبه منحرف، هو الريديوس ناقص الاي زي ما احنا شايفين، ده 2 اي هنا، 2 اي المسافه دي 2 اي. انا من السنتر هنا تمام لحد نهايه الكيسنج هو ار، اطرح منه اي واحده بس عشان اجيب الافريج تمام، واخد المحيط بتاع الحته دي اللي هو بالنسبه لي يمثل الايه، القاعده المتوسطه للشبه منحرف. يبقى انا عندي اقول باي ار ناقص الاي، جبت طول الحته دي في الارتفاع اللي هو 2 اي، في عرض الفين اللي هو بي، جبت الفراغ اللي موجود كحجم ما بين الريشتين. نرجع للمعادله، اقول 2 باي ار ناقص الاي، جبت الطول، اقسمه على
عدد الفينز، لان انا لازم اقسم عدد الفينز عشان انا طبعا انا ما بحسبش المحيط بالكامل، انا بحسب الحجم ده بس، يبقى لازم اقسم على عدد الريش، لان 2 باي ار ناقص اي اداني حجم دايره كامله، بس انا عايز ايه جزء منها بناء على عدد الريش، الريش دي مقسمه المحيط كام جزء. طيب هيطلع لي 2 باي ار ناقص اي على نمبر اوف تيث مضروب في 2 اي اللي هو ايه اللي هو الارتفاع، يبقى انا جبت الطول، طول في عرض 2 اي جاب لي الاريا اضربه في البي اللي هو عرض الفين، جاب لي الفوليوم اضرب في ان على 60 عشان تبقى تايم ايتا فوليومتريك، وعندك بقى ان الحجم ده كام واحده زد اللي هو عدد الفينز اللي موجوده عندك، هو ده عدد الفراغات اللي هتبقى برضو موجوده عندك، يبقى دي حسبه الايه الكيو. طيب نيجي على النوع الثالث من الروتري بامبس وهي الراديال بيستون بامب. هنا بقى وضع مختلف، هنا الحقيقه الفلويد هنا مش بيبقى موجود ما بين الايه، مفيش هنا مفيش فينز طبعا عشان بس محدش يتخم من شكل البامب، مهم جدا ملحوظه مهمه في الايه في الجزء ده من المنهج. المضخات دي بالكامل تقدروا تخشوا على اليوتيوب تكتبوا اسم البامب، هتشوفوا فيديوهات لعمل البامب دي بشكل سكيماتيك ويوضح الاوبريشن بشكل هايل جدا جدا. فنصيحة خشوا على اليوتيوب باسم البامب وشوفوا بتشتغل ازاي، هيفهمكم الموضوع بشكل افضل كتير جدا جدا جدا، برضو بالاضافة للايكويشنز وللشرح اللي موجود معانا دلوقتي. طيب هنا بقى في البيستون بامب الحقيقة اللي بيحصل هنا انه في نقطة في بورت دايرة هنا دي بيبقى فيها سكشن ودايرة تانية فيها ديسشارج. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان في عندي سيلندر كبير، سيلندر صغيرة وسيلندر كبير، هنا مفيش ليكود خالص، هنا مفيش ليكود نهائي، هنا في فراغ. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه في بيستون هنا، بيستون جوه الجروف ده موجود هنا بيستون، تمام، وفي سبرينج، في سوسته هنا. اول ما ده بيلف بيجي هنا فبقى في مسافه البيستون ده يتحركها، فالسبرينج تقوم زق البيستون لحد هنا لحد الاخر خالص، ودي سوسته، كل ده سوسته، زقاه خالص، زق الايه البيستون هنا. طب ايه اللي يحصل لما يتزق هنا؟ كل ده فراغ هوا، اه في سوسته بس كل ده برضو فيه عمل فاكيوم، يقوم ساحب ليكويد، يبقى كل ده يتملي ايه؟ يتملي ليكويد. وهو بيلف بقى عمال الكيسنج اللي بره يضغط على البيستون ويرجعه جوه مره تانية، وهو بيحصل هذا الكلام يخرج الفلو بتاعنا من الديستشارج بورت هنا، يبقى هو ده الديستشارج. يبقى بيبدا الاول السكشن، البيستون قريب جدا من السكشن، نتيجة الدوران البيستون يتحرك لحد أبعد مسافة ممكنة ويقوم ساحب الليكود، وبعد كده يلف يلف يلف، والكيسنج طبعا عمال يضغط عليه لحد لما يطلع كل الليكود اللي هو سحبه. طيب المشوار اللي مشيه البيستون هو الاتنين اي، هو ده المشوار، الاكسنتريسيتي دي 2 اكسنتريسيتي، ما هو ده المشوار، لان هو بص هينتهي هيجي في مرحلة هنا وهينتهي تماما، مش هيبقى فيه ستروك، البيستون هيكون ملامس لجسم الكيسنج خالص، والسبرينج هيكون مضغوط على اخره، يبقى هو ده اللي هيحصل. وهنا تحت هنا ماشي اطول مسار ممكن نمشيه، وادي البستون في الاخر، يبقى الاستروك هو مين؟ هو 2 ايه. طيب عايز اعرف الفوليوم، الفوليوم هنا بسيط، الاريا بتاعت البستون في الاستروك في عدد البستونز اللي هتطلع لي فلو في اللفه واحده، يبقى انا عندي اقول اريا بيستون ستروك عدد البستونز ان على 60 فيتا فوليومتر، جبت الكيو، ونفس القصه اللي عايز احسب الباور كيو دلتا بي على ايتا بامب. طيب اخر مضخه اسمها سواش بليت بومب. سواش بليت دي الفكره ايه؟ كذا برضو بيستون بس محطوطين على شكل دائري، ساعات برضو ليها يعني مسمى اخر اسمها اكسيال بيستون بومب، يعني النوع الاولاني ده اللي احنا شرحناه اسمه ريديال بيستون بومب، انا اسف، النوع ده اللي هو السواش بليت بومب ليه اسم تاني اسمه اكسيال بيستون بومب، وبرضو مهم ان احنا نشوف فكره الايه العمل بتاعته. هو عبارة عن مجموعة من البيستونز محطوطين حوالين بعض عاملة زي الساقية بالشكل ده كده، يعني كده مجموعة من الايه الدوائر دي كلها بيستونز، كلها بيستونز، تمام، وهنا في بليت جنب الايه جنب السلندر، بليت دي الليكود ما بينهم الحقيقة، الليكود هنا. طيب لو دي لفت عدد لفات ايا كان ايه هو في الاخر، الليكود ده زي عمره ما هيتحرك، اللي بيحصل ايه بقى؟ بيخلي البيستون رودز في زاوية معينة بتتحرك على أساسها، يعني البستون هنا وهو موجود هنا محطوط عند نقطة معينة، لما يجي يلف لفة كاملة يطلع البستون رود هنا، تمام، وبالتالي يسحب الليكويد، يبقى هو في النقطة دي البستون مثلا موجود هنا، تمام. طول ما البستون ده بيلف حوالين ده الأكس ده، ده الأكس أوف روتيشن، ده الأكس اللي بيلف حوالين البستون، البستون عشان يلف من هنا لحد هنا
الرد ده هيبقى بدل ما يكون موجود هنا هيكون موجود هنا. قلت لك كل ده بقى فراغ يسحب ليكويد، يبقى هنا سكشن، يبقى هنا حصل ايه؟ سحب. لما يرجع النقطة دي ترجع هنا هيعمل ديستشارج. يبقى انا عشان اجيب الحجم محتاج اعرف الاستروك اللي مشيه البيستون، محتاج اعرف الاريا بتاعت البيستون وعدد البيستون. طب الاستروك اجيبه منين؟ من الزاوية دي الفا، والمسافة ما بين النقطة دي والنقطة دي وليكن سميتها مثلا دي كابيتال، بقى ده مثلث كبير كده تمام، هو ده الاستروك اللي انا بدور عليه، ده المسافة ما بين السنتر والسنتر ودي اسمها الفا. يبقى انا اقدر اقول علاقة مثلثية انه تان الفا تساوي اس على دي، يبقى الاستروك بتساوي دي تان الفا، يبقى هو ده الاستروك باي الاربعة دي بيستون سكوير، جبت الفوليوم في عدد البيستونز في انها 60 في تافوليومتر، جبت الكيو. طيب حاجة بقى كده يعني ده كده احنا خلصنا الشرح او فكرة العمل، ويا ريت الناس تخش تبص على فيديوهات عشان تفهم الموضوع بشكل افضل. ودي المعادلات اللي احنا هنستخدمها في المسائل، المسائل المباشرة، الجزء الخاص بالروتري بومبس، مسائل مباشرة جدا جدا وسهلة جدا. انا عايز بس ان اوضح حاجة، انه جميع انواع المضخات البوزيتيف ديسبليسمنت بومبس يتم التحكم في الفلوريت، يعني سواء تزود الفلوريت او تقلل الفلوريت عن طريق الار بي ام، تزود الار بي ام او تنقص الايه الار بي ام، لان زي ما انت شايف كل معادلات الفلو داخل فيها الار بي ام. طيب دي نقطه. الحقيقه في ميزه للسواش بليت بامب عن المضخات التانية في حته التحكم في الفلوريت، انه كل مضخات محتاجه تغير الار بي ام، وبالتالي عشان تغير الار بي ام محتاج ان الموتور او محتاج ان البامب تبقى فاريبل سبيد بامب، ودي اغلى الحقيقه من الكونستنت سبيد، ان الموتور الكهرباء اللي راكب عليها يكون فاريبل سبيد متغير السرعات، وبالتالي ده محتاج يتركب عليه variable frequency drive، وبالتالي بيبقى اغلى من الموتور العادي اللي هو الكونستنت سبيد. طيب السواش بليت بتقدم ميزه كويسه قوي، ان انا ممكن اتحكم في الفلوري بتاع البامب عن طريق حاجه تانية غير الار بي ام. عن طريق مين؟ الالفا. عن طريق الالفا الزاويه، يعني الزاويه دي لو انا مثلا كبرت الزاويه يبقى خليت الستروك اعلى وبالتالي اديني فوليوم اكبر في اللفه الواحده، صغرت الالفا اداني ستروك اقل، زودت الالفا اداني ستروك اعلى، وهكذا. يبقى الالفا بالنسبه لي هي اللي هتتحكم في الستروك بتاع البستون، وبالتالي هتتحكم في الفلوريد. فدي ميزه ممتازه للسواش بليت بامب، ان هي قادره على التحكم في الفلوريد عن طريق تغير السواش بليت انجل اللي هي الالفا بدون تغيير الار بي ام. يبقى ده بالنسبه طبعا كلهم بيشتركوا، ان لو انا عندي مالتيبل بيستون يعني عندي الريسبروكيتنج مثلا ان هي اول نوع خالص، انا ممكن اساسي طبعا اتحكم بالار بي ام او اتحكم بعدد الاسطوانات اللي انا شغالها في البامب بتاعتي. ممكن يكون عندي اربع اسطوانات اقفل سيلندر وبالتالي اشغل الثلاثه التانيين فيوقع لي الفلو بقيمه الربع كافريج، او لو عايز اقلل الفلو اكتر من كده ممكن اقفل اتنين سيلندر واسيب اتنين شغالين فيديني نص الافريج فلو، وهكذا. طيب هي مسائل الايه، مسائل الديناميك او الروتر الروتري بامب سهل قوي. هنا نخش على خمسه تمام، مسألة خمسة يقول لنا مسألة خمسة، طبعا انتوا يا ريت تبصوا على حل الشيء بالكامل، احنا طبعا هنا احنا حل او الشرح اللي انا حليته معاكم مسألة واحد، وهنحل مسألة مع بعض خمسة ومسألة ستة. ولا بقية الأفكار محلولة اوريدي، هرفع انا الفايل حل الشيت عشان يبقى مع الناس كلها. طيب مسألة خمسة بيقول لنا ايه بقى؟ راديال بيستون بامب، ادينا راديال بيستون بامب الار بي ام 1200، البيستون دايمتر 20 ملي متر، الستروك 20 ملي، السكشن بريشر نص بار، والدليفري بريشر 8 بار. عايز يعرف الديستشارج يعني الفلوريت، وعايز يعرف الباور ريكوايرد اف ذا بامب هاز 7 بيستون، ايتا فوليومتريك بوينت 9، ايتا بامب بوينت 92، السبيسيفيك جرافيتي اوف اويل بامب 0.9. طيب دي راديال بيستون بامب، يبقى انا عندي باختصار شديد معادله مباشره. نروح على الحل، ادي راديال بيستون بامب، دي ار بي ام ديامتر، ومدين الستروك والبريشر قبل والبريشر بعد، عايز اعرف كيو ايه، يعرف كيو باور. طيب نبدا بالكيو، معادله مباشره، اقول باي على 4 دي بيستون سكوير، ده كده الاريا بتاعت البيستون. في الستروك من راديال بيستون بامب قلنا 2 اكسنتريسيتي، فعدد البيستونز في ان على 60 فيتا فوليومتريك، جبنا الكيو مباشر، الباور دلتا بي في الكيو على ايتا ميكانيكال، ادي دلتا بي 8 ناقص نص. بس ما ننساش انه البريشر بالباسكال عشان نطلع الباور بالوات، يبقى لازم ناخد بالنا من اليونتس، ده البريشر باسكال، فرق البريشر خليه باسكال، والكيو لازم تبقى متر مكعب كل ثانيه،
عشان يطلع الباور في الاخر بالوات. شوف تعويض مباشر وانس انت فاهم المعادله، على فكره مش لازم تحفظها، لو انت فاهم نظريه عمل كل بامب هتقدر ببساطه تكتب المعادله. حاول دايما بدل ما تحفظ المعادله اربط المعادله بمفهومك انت للبامب، هتلاقي نفسك حفظتها بسهوله جدا يعني، ما فيهاش مشكله ان شاء الله. فمساله زي ما احنا شايفين تعويض مباشر. طيب مساله 6، اكسيال بيستون بامب اللي هي مين؟ اللي هي السواش بليت، 6 بيستون اند سواش بليت روتيتس 1500 وذا بيستون دايمتر 20، وبيقول لنا بقى ذا سيلندر سنتر لاين 80 ملي متر ان دايمتر، ده اللي هو الفرق ما بين السنتر لاين بتاع البيستونز نفسها. عايز اعرف الديسشارج بتاع البامب اف ذا سواش بليت انجل وذا فيرتيكال 30 درجه والايتا فوليومتريك 90 في المية. طيب تعال نشوف الجزء الاولاني من المساله، مساله مهمه جدا المساله دي. طيب ادي الاكسيال بيستون بامب، مدينا عدد البيستونز، مدينا الار بي ام، مدينا دايمتر البيستون والدايمتر بتاع السلندر اللي اللي ماشي فيه. طيب ادي الكيو باي على 4 دي سكوير، الستروك هو دي تان الفا في الزد عدد البيستونز ان على 60 فيتا فوليومتري، جبنا الكيو على طول ما فيهاش مشكله. طيب ده تعويض مباشر. بيقول لنا بقى ايه لو انا عايز اجيب اضاعف الفلوريت، لو انا عايز اضاعف الفلوريت خلي الكيو الجديده ضعف الكيو القديمه، ازاي اعمل ده؟ عن طريق يعني هو بيقول لك انا عايز طريقتين لزياده الفلوريت بتاعي للضعف، تو ويز. طريقه مباشره هو الار بي ام، مش الار بي ام دي هي كانت موجوده 1500 جيفن في المساله، لو خلينا 3000 على طول خلت الفلوريت للضعف، يبقى زياده الار بي ام تزود لك الفلوريت زياده مباشره ايه بنفس النسبه، يبقى لازم الار بي ام الجديده تكون ضعف القديمه، 3000 ار بي ام هتدينا الكيو الضعف. طيب الطريقه الثانيه احنا اتفقنا ان السواش بليت او الاكسيال بيستون بامب عندها طريقه ممتازه لتغيير الفلوريت وهي السواش بليت انجل الفا، بس ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا انه ما ينفعش ان انا عشان اضعف الفلو انا عندي الالفا زي ما احنا شايفين في راس المساله كانت الفا 30 درجه، ما بقولش بقى ايه انه عشان اضعف الفلو تبقى 60 درجه، لا الكلام ده مش مظبوط، ان لان الستروك مش دي في الفا، لا ده دي تان الفا، انت عايز تضاعف تان الفا مش الفا نفسها عشان بس محدش يتلخبط. طيب يبقى انا اقول انه الفا تان الفا الجديده لازم تساوي 2 تان الفا القديمه، يعني 2 تان 30، فتبص تلاقي ان الفا الجديده 49 درجه مش 60 درجه لو انا ضعفت الالفا، ما ننساش الحته دي. يبقى انا عايز اضاعف التان الفا عشان اضاعف الاستروك وبالتالي اضاعف الفلوريت، يبقى دي الطريقتين اللي انا بتحكم او ازود بيهم الفلوريت بتاع الاكسيال بيستون بامب او السواش بليت بامب. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالبامبس، جزء سهل جدا وان شاء الله يكون يعني مضمون والناس بس تبقى فاهمه الموضوع كويس، نمشي ايدينا في الحل. ولو حد عنده اي سؤال تحت امركم طبعا في الكومنتس، او حتى يعني في زمايل ليكم بتتواصل معايا على الواتساب، فايا كان يعني، وان شاء الله هرفع لكم برضو هرفق مع الفيديو حل الشيت اللي انا شرحت منه ده عشان برضو يبقى معاكم، والشرح اللي انا شرحت منه برضو يبقى برضو موجود معاكم بحيث يعني تستخدمه كجايد. وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق في الامتحانات باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا.